بعد الثورة كانت الموجة عالية نتاع الحلم نتاعنا، كنا نحلموا بالرفاه الاقتصادي، كنا نحلموا أن أولادنا يعيشوا خير منا في وضع نتاع حريات أحسن منا، كنا نحلموا أن الظروف المادية والاقتصادية تكون خير منا، ولكن اليوم فشلنا احنا اقتصاديا، فشلنا اجتماعيا على الأقل خلينا نقولوا، اليوم ثم توتر اجتماعي، ثم مشاكل اجتماعية في البلاد، ثم مشاكل اقتصادية في البلاد، ثم فقر في البلاد ونسبة الفقر قاعدة ترتفع، ثم نسبة تاع البطالة وصلت 15.7% قاعدة ترتفع، المكسب الوحيد هو بالنسبة لنا احنا أن نعبروا. واني نتصور انه حتى باحاله المدونين وحتى بترهيب هؤلاء المدونين اليوم ما نتصورش ان التونسي اليوم شي يخليهم الناس هذوما انه يصادروا له الحريه هذه، ما نتصورش انه قادرين ان نرجعوا ل 2010 اليوم. انا اعتقد ان دوله الرعب زالت ولن تعود، احب من احب وكره من كره، وكما قال رئيس قيس سعيد العصفور معناها خرج من القفص ولن يعود إلى القفص، والتوانسة تذوقوا طعم الحرية، ما عادش باش يرجعوا للاستبداد، ما عادش باش يرجعوا للذل، وباش يحافظوا على الحرية هذه وباش يدافعوا عليها بكل معناها بكل قوة، معناها مش باش يسمحوا لأي جهة أيا كانت انها تسحب منهم او تسلب منهم هذه النعمه اللي يحسدون عليها عديد الاجوار خاصه الدول في الدول العربيه.